مساء الخير. مساء الخير، حابة أرحب فيكم. يا رب تكونوا هيك بصحة وعافية، يا رب وخير وهيك، ويجعل أيامنا يا رب هيك كلها خير وسلامة. أعرفكم على حالي، أنا سناء تلو من سوريا، صار لي ببلجيكا شي 5 سنين. الحمد لله الحمد لله، هيك كنت من أول يوم أجيت سبحان الله أقول يا رب تعطينا خير هالبلد وتبعد عنا شر. فالحمد لله الأمور إن شاء الله هيك كلها لخير. حكون معكم أنا إن شاء الله بورشات كروشيه كل ثلاثة بإذن الله على الساعة 8. حنبلش من الصفر مشان اللي ما بيعرف شيء يكون معنا، واللي بيعرف الإعادة إفادة. كمان في شغلة حلوة، إنه في البنات عنا بالعشر سنين مثلاً كتير بيحبوا عشرات من السنين. أنا جربت وقت كنا بسوريا، كنت أعمل ورشات لهذا العمر، كتير كانوا ينبسطوا. وسبحان الله يعني بلاقوا شغلة حلوة، تغيير عن الموبايل والألعاب، هي بلاقوا شغلة جديدة يعني. فإن شاء الله الله هيك ييسر لنا الخير. و مدام وفاء كيفك؟ حابة أسأل مين يا ترى بيعرف، مشان اللي ما بيعرفوا أكثر نبلش بقى من الصفر. حنبدأ إن شاء الله. هلأ الكروشيه هي كتير شغلة حلوة يعني، بس سنارة والخيط. حنبدأ إن شاء الله. دامت ممتاز. معناتها نحنا الكروشيه هو عبارة عن السنارة والخيط، وهيك بتقعدي قاعدة مريحة عم تتفرجي على التلفزيون، ما في طلعة من البيت. هلأ الكورونا هي سبحان الله دواء يعني، هيك سبحان الله اللي بجربها يعني طاقة إيجابية وبتدعولي بإذن الله. فحنبدأ بإذن الله. حنبلش من الصفر اللي ما بيعرف عنا. أول شيء لازم نبلش عقدة البداية، نعمل دائرة. نحنا الأساسيات بالشغل الكروشيه هو السنسال. السنسال هو عبارة عن تتابع هالأطاب اللي بتطلع من الدائرة، شايفين؟ نحنا بنعمل هلأ دائرة. أنا حضل عيد لحتى هي البداية يعني أساسي أكثر شيء. دائرة شايفين الخيط تحت والدائرة فوق، باين معكم هيك؟ تمام. منبلش بقلب هاي الدائرة، منلف السنارة. بتكون يعني هاي كتير كتير أساسية، متى ما زبطت إيدك لفت الخيط مع المسكة المضبوطة بيطلع الشغل ممتاز. أول شيء عندنا لفة الخيط، ده يكون من تحت السبابة نازل الخيط هيك، ومنعمل الدائرة اللي قلنا عليها، الخيط لتحت ولفة تنتين، ومسكنا بالوسطى والإبهام. هي أهم مسكة للكروشيه. من هالدائرة بقى سنارتنا الوش لعنا، من قلب هالدائرة نبلش نمسك هالخيط ونطلع بالدائرة. هاي أول إطبة مسكت على السنارة، شايفين؟ منبلش هاي دائما الإطبة لا منعدها ولا شيء، منبلش هلأ شايفة أول إطبة من قلب هالدائرة، شايفة؟ فإيدنا هون بتساعد إنه يضل مشدود
وبيصيروا القطط مثل بعضهم. شايفين ايدي؟ لفة الخيط كتير أساسية مشان نضل ما نتعذب، يعني أول لفة والثانية. شايفين عندي من قلب هالدائرة؟ هلا برجع بعيد العقدة. شايفين كتير أساسية هالكمشة تبع الخيط من هون، كتير بتأثر على الشغل. وهي اللفة، شايفين لفة الثانية بيطلع الخيط من تحت السبابة ومنكمش من هون. هذا مبدأ الكروشيه، كتير سهلة سبحان الله. هذا يعني هي عبارة عن سناسل وعواميد وعد، ويعني هلأ أنا بمرق لكم شغلات حلوة عن جد. يعني بأوقات الفراغ الأيام بكون كتير قاعدة بجيب بالي وردة دقيقة صارت، بس أنا عندي الأساسيات، عندي السناسل، عندي العواميد. بنضل شايفين واضح. مين جرب فيو يأرجيني؟ شوفوا، يعني المفروض إن إذا إيدنا ظابطة أبدا بده يطلعوا كلهم مثل بعض. يعني لازم شغلة أساسية إنه تكون السنارة مناسبة للخيط، فهي أغلب الصوف هلأ هي والله ما عليها، بس مثلا بتبقى هون شايفين عندها المربع بيكتبوا هون، بيكتبوا على على هون انه قديش بيناسبها سناره كروشيه وقد ايه بيناسبها التريكو. هلا هي مو كاتبين عليها، بس نحن بالنظر يعني دائما الخيط ما يكون يعني ارفع كثير من السناره، ما بيزبط معنا، ولا تكون السناره كبيره والخيط رفيع، بده يكون في تناسب. يعني هي مع الشغل بتصير واحد عنده خبره يعني لحاله. مين عمل السناسل؟ مين الشطور؟ مين الشطورة؟ حرد عيد من الأول. فينا هيك الصورة تكون أقرب لنا. دائرة، الخيط من تحت، لفة والثانية، وضل الخيط تحت السبابة ومنمسك. هلأ من قلب هاي الدائرة السنارة والشل عنا طبعاً، ونبلش سناسل. ناخذ هيك الخيط ومن قلبها، هي اول وحده كمشت على السناره، هي عنا عقده البدايه. هلا بقى بنكمش الخيط ونطلع من قلب هالدائره، وهكذا. تصور واضح سهله. شايفين كتير اساسيه هاي الخطوه، يعني لو اكلت معكم وقت لازم تتدربوا عليها. شايفين كيف؟ بس تكون الإيد مشدودة من هون خلاص بيتحكم بالواحد فيها. حبيبتي إيمان الله يسلمك، حبيبة قلبي ماريا شكرا. بدي أشوف شغلكم هلا. يلا اللي بتحب تصور لي هلا مشان نشوف إذا سهلة لنكمل. إذا قلنا هذا مبدأ السناسل، أبدا من كل دائرة نبلش نطلع، من كل دائرة يلي بلشت بتحب تصور لي. شايفين؟ بس نضل هون بقى، هذا الخيط مثل الميزان، ايدنا شاده من هون، وهذا عم نقدر نسناول القطار لقلب السنسال. كثير شغله بسيطه يعني بس اساسيه. تمام، كأنه الأغلبية تمام عارفانين هاي الأساسيات. ممتاز، معناته نبلش بالخطوة الثانية. هلأ عنا نحنا، أنا حابة مثلا كل درس مشان يضل يعني بالذاكرة، دائما بنعمل قطعة تقريبا 20 سنتي،
بنضل عم نعمل سلاسل لهالقدر، بتصير كل ما أخذته قطبة بتضل الواحد سبحان الله عنده خلاص. فهلأ مثلا عملنا نحن هالقدر، هاي خلصنا من مرحلة السلاسل. في عنا كتير قطاب، يعني حنبلش بالتدريج. أول قطبة هي قطبة الحشو، هاي سهلة، يعني لازم مثلا ببداية اللحشة، بداية الجاكيت، نهاية القطعة، دائما قطبة الحشو بتنهي تختم ومنبدأ فيها. وفي ناس بيحبوا يعملوها قطع مثلا لحشة كتير تطلع حلوة رجالي. هلأ البنات هدول صغار بيحبوا مثلا بيت للموبايل، شناتي صغار، جزدان، كتير هاي القطبة حلوة وبتدرب الإيد يعني. فحنبلش هلأ بالقطبة تبع الحشو. خلينا نقرب الصورة. عملنا هلأ نحن تقريبا 20 سنتي. فقلنا نحن هاي القطبة ما بنحسبها، وهاي القطبة اللي عملنا فيها العقدة أول وحدة ما بتنحسب، لأنه هي العقدة. إذا حبينا نعد منبلش من بعد العقدة، منبلش نحن هلأ ما بدنا عدد، لأنه هي قطبة حشو ما فيها عدد. عنا هالقدر منبلش، لفينا الخيط، مسكنا. فأول قطبة ما لنا علاقة فيها، منبلش اللي بعدها. شايفين كيف؟ بشكل عمودي مندخل الإبرة بالقطبة لتحت، منطلع الخيط من قلبها مثل ما طلعنا من قلب السناسل. شو صاروا عنا على السنارة؟ تنتين. منرد منلف ومنزلهم التنتين، رجع عنا سنسال كمان، ما منلف، فورا نغرز بشكل عمودي بالسنسال اللي بعده. واضح حبيبة قلبي ربا، انتي احلى تلميذة يا ربا. شايفين؟ فهلأ نحن عنا بشكل عمودي، رجعنا اخذنا السنارة دائما والشال عنا، عم ناخد الخيط ونطلع من قلب، ان شاء الله واضح، من قلب السنسال. بنرجع صار عنا تنتين على السنارة، بنرجع بناخد الخيط ومنطلعه من قلب التنتين سوا. سهلة جدا سبحان الله، إذا ما اشتغل الواحد ما رح يعرفها. كمان بشكل عمودي بنرجع ناخذ الخيط منطلعه، رجع عنا تنتين على السنارة، كمان ناخذ الخيط ونطلعه من التنتين. شايفين كيف صارت عنا؟ واضح. هاي قطبة الحشو حنضل هلا عم نشتغل، هاي كتير بتدرب لنا ايدنا. هاي القطبة لازم يعني سناسل قد ما قدرتوا اعملوا اعملوا لحتى يزبط معكم، هيك يكونوا مثل بعض، معناتها شغلك كله تمام. هي اسمها اذا غرزة الحشو، هي اول قطبة بالكروشيه. اول شيء السناسل بنيناهم، السطر الثاني هاد حيكون هي غرزة الحشو، دائما نفس الطريقة، معنا وحدة على السنارة والشل عنا. السنسال اللي بعدها بشكل عمودي، نرجع نلف الخيط بهالشكل، ناخده منطلع، صار عنا تنتين على السنارة، بنرجع نلف ومنروحهم التنتين، رجعنا قطبة واحدة. اللي بعدها كمان بنرجع بشكل عمودي، ناخد الخيط ونطلع من قلب السنسال، صار عنا تنتين، بننزلهم نطلع بوحدة، عنا واحدة، بنرجع اللي بعدها بشكل عمودي، ناخد الخيط بنلفه من قلب اللي نزلنا منه، رجع عنا تنتين على السنارة، رجعنا من قلبهم طلعنا وحدة. شايفين كيف عم ينبنى السطر؟ يلا مين اشتغل يرجيني. كمان نزلنا طلعنا بوحدة، صاروا تنتين، ردينا من قلبهم،
طلعنا واحدة رجعنا اللفة والكمشة بالسبابة عفوا بالوسطى والإبهام، هاي أهم شي ليزبط معنا. نضل كامشين إيدنا من هون الشغل، وإيدنا هاي يعني مثل الميزان بده يصير واحد إيده، لا في لا ترخي كتير من هون وتشدي من هون. رجعنا عمودي لتحت، أخذنا الخيط صاروا تنتين، نرجع ناخد ننزلهم التنتين نطلع واحدة. السنسال اللي بعدها شايفين ولا أسهل من هيك؟ طالعنا تنتين، نرجع ناخد الخيط هيك من قلبهم واحدة، نرجع إن شاء الله واضح. هلا أنا كمان معلومة، كركوبة الصوف بحاول آخذها من قلب الخيط، فبتضل أسهل بالشغل، ما بتقعد تفتل وتوقع بالأرض. ناخذ الخيط ونضل عم نسحب هيك من قلبها، هيك بيضل أسهل يعني. نرجع نلف الخيط بهالشكل، واضح شايفين؟ هلا اذا حدا عم يشتغل معي يعني بيقدر يشتغل وبين بقى على سطرين ثلاثة ببين تمام. حبيبة قلبي سوسن، إن شاء الله هيك نشوفك على خير. ما حدا اشتغل يأرجيني؟ مروة خايفة على عينك، الله يحميكي. ما بيأثر إن شاء الله الشغل، ما حق يعني هيك، بالعكس بيقوي النظر. عن جد جربوا هلا بهالقعدة بالبيت مع الكورونا، ولا أروع من هيك، بفرغ طاقة الواحد. حأرجع كمان إن شاء الله كل واضح. تنتين نرجع نطلع واحدة من قلبهم، رجعنا بشكل عمودي، خلينا نضل قريبين. واضح بتصورنا هاي، حنكمل السطر لآخره. نشرب النسكافيه، يلا عم استنى مين اشتغل خط السلاسل لنكمل. حنكمل السطر بغرزة الحشو، ضلينا عم نعمل هيك، نطلع تنتين من قلبهم وحدة كمان. صور واضح، هذا سهل كتير. شايفين؟ دائما بده يكون على السنارة. أول مرة واحدة، صاروا تنتين من قلبهم للتنتين من روحهم، ردينا بشكل عمودي صاروا تنتين. هلا وصلنا لآخر السطر، شايفين؟ فعنا عقدة البداية، هي عقدة البداية ما شايفين؟ واضح، وصلنا لعقدة البداية. نرجع نقلب الشغل
شايفين كيف صاروا السلاسل بهذا الشكل؟ واضحين؟ رجعنا فوق، قلبنا الشغل، رجعنا لفينا بهذا الشكل، وإيدنا دائماً الإصبعتين ماسكين الشغل، ما بيصير لأنه نشد مشان يضل تمام. رجعنا نعمل سنسال، دائما بدايتنا نعمل سنسال، قطبة سنسال هي بنبدأ فيها، ما بنبدأ فورا بنلف، لا بنعمل سنسال وبعدين القطبة الثانية كمان. شايفين؟ رجعنا عمودي، لفينا الخيط، طلعنا تنتين، نفس الشيء، رجعنا واحدة اللي بعدها، شايفين بشكل عمودي لتحت بقلب السنسال، لأنه هون قلنا طلع عنا خط سلاسل جديد، هذا هو السطر. هلأ بنعمل هيك لتحت، رجعنا لفينا على السنارة، طالعنا من قلبها، شايفين تنتين من قلبهم واحدة. هي مدام وفاء تمام، هي شايفة بشكل عمودي، أخذنا طلعنا تنتين من قلب التنتين، نطلع سنسال واحد، رجعنا بشكل عمودي لتحت، أخذنا القطبة تنتين على السنارة، رجعنا أخذنا، شايفين كمان لتحت، هاي غرزة الحشو اسمها. واضح؟ هنرجع نكمل، ناخذ الخيط تنتين من قلبهم، طلعنا بوحدة، رجعنا تنتين من قلبهم واحدة كمان، تنتين نطلع بوحدة كمان، نطلع بوحدة إن شاء الله. واضح؟ كتير حلوة القطبة ناعمة، يعني عن جد بتساوي فيها لحشة طاقية للبيبي. هنكمل السطر للآخير، طلعنا تنتين، شايفين كيف إيدي هون؟ يعني بضل محافظة على هاي المسافة، لا تكبر ولا تصغر. والسبابة عفوا الإبهام ماسك تمام بهالشكل، نرجع بشكل عمودي، لفينا الخيط، طلعنا قطبة، رجعنا تنتين على السنارة، قطبة كمان، تمام أنسي وفاء، يلا بدي أشوف شغلك، أرجيني، بعرفك شطورة وذكية. رجعنا من قلبها السنسال، طالعنا قطبة من قلبهم، قطبة واحدة على السنارة، بنرجع تمام. حبيبتي رنيم، يلا يلا ارجيني شغلك يا رنيم. وصلنا هلا على اخر السطر الثاني، كمان بنكمل هاي القطبة الاخيرة،
وصلنا لآخر السطر. كمان طالعنا على السنارة قطبة. هلأ بدنا نشوف نلف الشغل للطرف الثاني، كمان سنسال واحد إلنا ورجعنا. شو بتحبوا، نكمل حشو ولا ناخد القطبة اللي بعدها؟ بتصور سهلة يعني، ما بعرف هاي ما فيها شو. رنين نكمل ولا شو؟ حنعمل خط تاني، شو رأيكم؟ شو رأيين؟ حنعمل خط تاني على السريع، وانتبهوا لحركة ايدي. بدينا سنسال ببداية السطر وبنرجع. أول قطبة، مو هاي أول قطبة طبعا، اللي بعدها كمان بشكل عمودي. طالعنا قطبة، صاروا تنتين، رجعنا واحدة، رجعنا صاروا تنتين على السنارة، واحدة. تمام، يلا حنعمل هذا الدرب معناته ونساوي اللي بعده. بس هلا مشان اللي عم يشتغل معنا يكمل، شايفين تنتين واحدة بشكل عمودي، تنتين واحدة بشكل عمودي. فينا أقرب عشان ننهي السطر. شايفين بتصير ايده الواحد خلاص على السريع بشكل عمودي. شايفين طلعنا تنتين، طلعنا واحدة، رجعنا تنتين على السنارة من قلبهم، طالعنا واحدة، رجعنا. تمام، هلا حنوصل لآخر السطور. تمام، وصلنا على آخر السطور. نلعب تابعوني. أنا سيرانين، مين معنا من بلجيكا؟ ماريا، ربا من الشام، حبيبة قلبي ربا. هي ربا تلميذة يعني رائعة. نتابع، شايف الأغلب عم يقول نتابع. هلأ عملنا غرزة الحشو، واضحة؟ شايفين كيف تطلع؟ كتير شبيهة بالتريكو يعني، ما فيها كتير فراغات، فمشان هيك هي حلوة قطبة لجواكيت البيبي، للطواقي،
لحشات للصغار كتير بتطلع حلوة، وهي كتير عملنا منها كفر للموبايل كتير حلوة. مثلا تعملوا مستطيل، وهون وردة، يعني كتير في الأشكال حلوة. ممكن هلأ في عنا غرزة الفيستون كتير حلوة، هي كمان أساسية بالصوف. كمان هي قطبة الفيستون هيك بتكون مثل هيك يعني بتتساوى مثل الموجة، كتير حلوة دايرة جواكيت البيبيات. كمان أيام بيكون لو قطعة تريكو مندخلها الكروشين، إحنا قطبة الفيستون بتكون هيك دايرة، عبارة عن عواميد ومسكرة لهون، عواميد جاية لهون هيك. يعني هلأ هي متعلمة كتير سهلة، بعد ما نتعلم العمود والنص عمود. إذا مبدأ الكروشيه هو أولا السناسل وغرزة الحشو، هي غرزة الحشو، بعدين بيجي عنا النص عمود، بعدين عنا العمود، هذا هو الكروشيه. وهي بقى بتعتمد على العدد بقى كيف نشتغل، نحن عواميد سناسل، عواميد نص سنسال، نص عمود، وهكذا. هلا انتم بس تشوفوا هيك قطع بتشجع الواحد انه عم ينجز شيء يعني. هلا حنكمل قطبه النص عمود. هلا عملنا الحشو، عرفنا انه نغرز السناره هيك عمودي وبناخد الخيط، هاي غرزه الحشو. هلا النص عمود، هلا البدايه سنسالين، لانه نحن نص عمود صار عنا بدها تعطينا علاوه اكثر من السنسال او غرزه الحشو. عنا سنسالين دائما بلش فيهم ببداية الشغل، وبنلف الخيط على السنارة لفة واحدة، وبننزل عمودي وبنطلع بالخيط. هون صار عنا ثلاث قطاب على السنارة، ناخد نطلع منهم قطبة واحدة، الثلاثة بينزلوا بتطلع بدالهم قطبة واحدة. هون طلع عنا هذا العمود القصير، ما بعرف إذا مبين معكم هيك تمام. هلا حاعمل شي عمودين ببينوا. اذا بنلف لفه وبننزل بقلب السنسال وبناخد قطبه، شو صار عندنا ثلاثه على السناره. كمان بندخل من قلب الثلاثه بنطلع قطبه واحده، شو صار عندنا هون. بين هيك تمام. هلا كمان حنشتغل ليبين معنا العمود، هذا اسمه عمود قصير او نص عمود بيقولوا له. كمان ما بيعطيه مسافه، كمان هذا لشغل البيبيات كتير حلو، ما بيطلع الشغل مفرغ يعني. كمان قريب للتريكو. كمان عنا لفه على السناره، بننزل عمودي نطلع الخيط، صار عنا ثلاثة على السنارة لأنه لفينا وبعدين غرزنا وطلعنا القطبة، نرجع واحدة منروح لثلاثة طلع عنا قطبة واحدة. ما بعرف إذا واضح هيك السنسال، شايفين كيف؟ هلا هاي غرزة الحشو نحن عنا إياها أول درب، بعدين عنا إجوا هلا هون العواميد القصيرة هذول هن. حنحاول نكمل، ما حدا أرجاني شغله والله. منلف كمان على السنارة ومننزل بقلب السنسالة، منرجع نطلع قطبة، صار عنا ثلاثة، منرجع منلف طلع عنا قطبة واحدة. هذا هو كله المبدأ بهالسطر، لفة شايفين لفينا، رجعنا نزلنا وطلعنا صار عنا ثلاثة، نرجع منلف طلعنا قطبة واحدة، رجعنا لفينا الخيط، ننزل بالقطبة نطلع، صار عنا ثلاث قطب، واحدة منلف ننزل بالقطبة نطلع، صار عنا ثلاثة على السنارة. كمان واحدة صفيو، نرجع منلف ننزل، إن شاء الله يكون واضح شايفين.
من قلبه بناخذ الخيط وبنطلع، صار عنا ثلاثة. كمان روحنا الثلاثة، صفي واحدة. هون عم تنبنى عنا العواميد القصيرة، واضح؟ حبيبتي راما يلا أرجينا شغلك يا راما، في دروس خاصة بالبيت بس هلا هيك الله يبعد عنا هالكورونا وننطلق بقى. كمان لفينا على الخيط ونزلنا، دائما منظبط لفة ايدنا. تمام طلعنا ثلاثة، رجعنا من قلبها، حنكمل هذا الخيط لآخره السطر، رجعنا لفينا نزلنا طلعنا من قلبها باللفة الثالثة، رجعنا من الثلاثة بس واحدة. إن شاء الله ما تكون صعبة، أنا يعني اللي ما بيعرف بس خلاص متى ما بدأ ولا أسهل من هيك. كمان بنلف نرجع ننزل من قلبها بنطلع أطول، صرنا ثلاثة قطبة واحدة، بنرجع لفينا الخيط نزلنا طلعنا من قلبها صاروا ثلاثة. رجعنا لفينا الخيط نزلنا ثلاثة، عسلنا على ثلاثة، بنرجع ناخذ الخيط واحدة لفينا نزلنا من قلبها ثلاثة، رجعنا واحدة لفينا نزلنا رجعنا ثلاثة. نيمانا شيماء الحريري، يا أهلا بشيماء. أنا كتير كنت بسوريا والله عملت ورشات عندي بالبيت، بس هلأ هاي الظروف كنا كمان ناويين نعمل بمكان بسكاربك، يعني هي وقت بكون فيس تو فيس طبعا أفضل، بس هلأ أحسن الواحد هيك نتواصل تجربة جديدة. حنرجع نكمل من قبل كمان أكتر، نرجع شايفي نلف الخيط لفينا نزلنا خدنا قطبة طلعنا واحدة، رجعنا لفينا نزلنا أخذنا قطبة ثلاثة صاروا، طالعنا من قلبهم واحدة، رجعنا لفينا نزلنا طالعنا قطبة ثلاثة. كمان حنلف هلا بتصور الفيديو بتسجل، فيعني اللي ما معه صوف اول يوم هلا اول درس يلا نعتبره تعارف، عم نتعرف على بعض ان شاء الله هيك هيك بيكون في فائدة يا رب للجميع عن جد. وكيف بتدعوا لي بليالي الشتاء الطويلة، أنا أول ما بيجي الشتاء خلاص اعتكاف لازم يعني على الصوف. شايفين لفينا نزلنا طالعنا قطبة من قلبها صاروا ثلاثة، حيخلص الدرب لفة هي آخر قطبة ثلاثة، ردينا لفينا هي آخر قطبة ثلاثة، طلعنا بوحدة خلص عنا الدرب. شايفين كيف يعني هي مو كتير فارقة عن الحشو، أطول شوي إن شاء الله تكون واضحة. شايفين
يعني هي هيك يعني بعد الواحد بيعمل له 4 أصابع سهلة وبتمد يعني. هلا تعرفنا على غرزة الحشو معناتها، وعنا القطبة الثانية العمود القصير أو النص عمود بنقول له. هلا عنا حناخد العمود بنرجع كله بنعيده إن شاء الله اللي مو واضح، لأنه هذا لازم الواحد خلص الأساس. و هلا شوي ورا شوي تصيروا بتعرفوا تقروا باترونات نتعلمها كتير، كمان الواحد بيشوف شغلة وبيقدر ينفذها. هلا فينا نقرب شوي، ناخذ العمود. العمود هلا دائما بداية العمود نحن قلنا النص عمود بدايته هي 2 سنسال بالبداية، هلا العمود بداية 3 سناسل، 1 2 3. العمود نبدأ 3 سناسل دائما، بداية السطر هي 3 سناسل، وبعدها كمان عنا لفة بعد 3 سناسل بنلف هيك على السنارة وبنرجع بننزل بشكل عمودي وبناخد الخيط من قلبه. كمان طلع عنا 3 خيوط بس ما بناخدهم كلهم سوا مثل النص عمود، لا بناخد أول 2 ونطلع منهم وحدة، نرجع هدول التنتين بيطلع منهم وحدة. رجعنا هذا هو العمود، صار عنا العمود الطويل بيان. هنشتغل كمان عمودين 3، نرجع بنلف الخيط بننزل إن شاء الله يكون واضح، نرجع قطبه صار عنا 3 على السنارة، نرجع بنلف ناخد 2 ب2، نرجع بنلف ننزل بالقطبة ونطلع منها واحدة، صار عنا 3 على السنارة. واضح؟ كأنه هيك عم يبين أكثر، شايفين؟ هاي قطبة العمود بقى كتير بتمد يعني، الواحد هيك بيقعد لازم يشتغل له شغل بالقعدة. واضح أنسة ماريا؟ تمام، بدي أشوف شغلك. يلا جيهان، جيهان ثابت، أهلين حبيبة قلبي. يلا لازم نشوف شغلكم عن جد، بس تبدو عن جد تستمتعوا، بس بده الواحد يبدأ نضل عم نعيد يعني لحتى يكون كل شيء مفهوم. متى ما ختمتوا خلاص العواميد يعني هذا أساس الكروشيه هو العمود، متى ما ضبطت إيدك عليه شوفي القطع بقى اللي بتطلعيها. هلا انا بأرجيكم كتير قطع يعني بسيطة بتطلع معكم فورا. كمان هلا بنلف وبننزل ونطلع، صار عنا 3 على السنارة، بنرد بنلف بنروح 2، بنرجع بنلف بيروح 2 تاني، رجعنا وحدة، ردينا بداية العمود لفة بننزل نطلع، صاروا 3 على السنارة، نرجع لفة روحنا 2 رجعنا وحدة على السنارة. كله هذا الدرب حنعمله هيك، حاولوا تجربوا انتو العواميد. كمان بنلف على السنارة بننزل نطلع رجع 3، نروح 2 نرجع 2 نرجع بنلف نزلنا 3، روحنا 2 لفة روحنا 2 تانيين وحدة. أنسة جيهان أنت حتكوني معنا يوم الخميس بالورشات البشرية، ما هي بالتنمية البشرية، لازم نتابعك، أنا أول وحدة إن شاء الله. يا ريت تكتبي لي مشان الكل يعرف.
هنرجع نكمل لفة، نزلنا طلعنا ثلاثة، ما بعرف امبارح إذا حضرتوا حصة الزومبا، كانت رائعة. الأنسة مونيكا كلاتنا حضرناها، والله عن جد أنتوا ولادكم روعة بهالقعدة، دوا دوا هاي الشغلات. كمان هلأ صرنا ثلاثة، مندخل مروح تنتين، جانا روحنا تنتين، جانا واحدة على السنارة، كمان لفة، ننزل، إن شاء الله يكون مفهوم. رجعنا ثلاثة على السنارة، منلف منروح أول تنتين، منلف منروح تنتين تاني، وهكذا. شايفين كيف طلعوا العواميد؟ بس تكون إيدك مشدودة بدون يطلعوا إجباري كلهم مثل بعض. حبيبة قلبي أنسة جيهان، مصرية، ما هيك الأنسة جيهان مصرية. شوفوا هلأ نحن حنعمل جامعة الدول العربية إن شاء الله، ومونيكا بلجيكية، كتير حصة ممتعة عن جد، لا تروحوا. الساعة ستة دائما كل تنين، مبارح كان أول درس حلو حلو عن جد يعني. والأنسة جيهان لازم إن شاء الله كلاتنا متابعينك بإذن الله. أهل مصر يا سلام، يوم الخميس إن شاء الله كلياتنا إن شاء الله تعالى. نرجع نكمل، كمان منلف، شايفين تنتين تنتين، رجعنا واحدة، منلف كمان، ننزل عمودي، منلف نطلع من قلبها، صاروا ثلاث لفات، منلف تنتين تنتين، طلعنا كمان، هلا إذا تمام تعلمت العمود المرة الثانية فورا بنبلش نعمل الوردة، لأنه هي كتير حلوة ومطلوبة وسهلة جدا يعني. نتعلم قطبة الفستون كمان، هي لازم، هي إجباري. إيه الأنسة جيهان حتكون معنا إن شاء الله يوم الخميس الساعة 8 كمان نفس التوقيت بتوقيت بروكسل إن شاء الله تعالى. خلاص بانتظارك أنسة جيهان. كمان يوم الجمعة الأنسة شيماء، الأنسة شيماء من مصر كمان لازم تتابعوا، مطبخ رائع، فلسطين إيه إن شاء الله. فيك تخبرينا أنسة لبانا بالتوقيت كمان مشان يكون الكل معنا. حنرجع كمان كمل، شايفين كمان حاجة جديدة، شايفين دائما عم زبط ايدي لحتى يكون الشغل اهم شيء يكون من هون مشدود بهدول الاصبعين، وهي عم شد وارخي، انا متحكمة باصبعي بالخيط، بس تزبط ايدكم سبحان الله خلاص. هذا هو مبدأ الكروشيه، يعني بس تعرفي العمود اعتبري نفسك خلاص صرتي. يا سلام، لفينا نزلنا كمان طلعنا، صاروا ثلاثة، روحنا تنتين روحنا تنتين، واحدة على السنارة، رجعنا لفينا، تمام تنتين تنتين، صاروا واحدة، رجعنا لفينا، روحنا تنتين روحنا تنتين، لفينا نزلنا رجعنا، روحنا تنتين
وهي التنتين، طلعنا واحدة على السنارة، رجعنا لفينا، شايفين هذا مبدأ العمو؟ لفينا تمام، طلعنا ثلاثة، صاروا تنتين، صاروا واحدة، رجعنا واضح، بقينا عمودين حنكملون، مسكنا، رجعنا لفة، طلعنا لفات على السنارة، روحنا تنتين، روحنا تنتين، طلعنا واحدة على السنارة، لفة، نزلنا، كمان طلعنا 3 لفات على السنارة، روحنا تنتين، روحنا تنتين، في آخر عمود، كمان لفة، نزلنا لآخر سلسلة بالسطر اللي مضى، رجعنا 3 على السنارة، روحنا تنتين، شايفين كيف ملف السنارة؟ دائما نعنا السنارة، راحوا الاثنين، بس فينا خطر، بدنا نبلش الدرب، بنلف الشغل، بنرجع 3 سناسل، 1 2 3، هذا بداية السطر، دائما 3 سناسل بنبدأ فيهم، إن شاء الله يكون واضح، شايفين؟ في حدا له سؤال؟ نرجع طبعا احنا كل مرة بنعيد، يعني لازم درس درسين تكونوا عم تعملوا، عم تصمموا قطع. جيب لي الفريز. شوفوا هلا هاي عنا مثلا هالقطعة، تمام، شوفوا هي عبارة عن عواميد، بس انه 3 3 سناسل، سناسل ملفوفة، شايفين؟ هي عن جد بقعدة، كنت بالصيف والله قاعدة هيك عم شرب قهوة، خلال ساعة كنت عاملتها بالكورونا، طبعا حتطلع المواهب ان شاء الله على الكورونا، حانصحكم خليها تطلع بالصوف، تطلع بالزومبا، تطلع بالمطبخ، أحسن من غير أشياء، يعني خليها تترجم لأشياء مفيدة، شايفين؟ هي عبارة عن فريزة، فريزاية مشان نحط بريق الشاي عليها، شايفين؟ عواميد، سناسل، عواميد. هلا إذا لقيتكم تمام بالعواميد، ناخد أول مرة الوردة، هي كتير حلوة، كمان هي بعد ما نعمل مثلا هون بيت الموبايل، فينا بقى نشتغل وردة تنحط، يعني دائما غرزة الحشو بأول وبآخره مثلا، وهي العواميد، شايفين قديش بتمد العمود؟ يعني اشتغلتي عمود هالقد، يعني أنا بلاقيها كتير بتمد أكثر من الكروشيه يعني. حبيبتي إيمان، يلا بدنا نشوف شغلك وانطلقي. حتى هلا الأكشن عنده صوف مثلا، إذا مشان ما تتعطل، ويبرا يمكن قال رجع فتح عم يبيع، يعني عندهم أصواف حلوة والله، هيك بيورو مثلا الواحد فيه هيك يتعلم فيهم، بدكم بقى هلا إن شاء الله بص يفتح فاريتاس، عنده أصواف رائعة، بس هلا أنا بلاقي تبع ويبرا وزيمان وهي بيورو الكبكوبة منيحة، يعني بتحل أزمة، إن شاء الله هيك تكونوا استفدتوا، بتمنى نلتقي وننتج، نشوف إنتاج يعني. وشوفي أسئلة أنا جاهزة، خلال الأسبوع تحبوا تسألوا أسئلة نرجع نعيد الفيديو، بتصور يعني يتسجل، وشو اسمه بيضل عندكم، وشوفوا يعني بدي إنتاج الجمعة الجاي، الله يرضى عليكم إن شاء الله، هيك نشوفكم على خير يا رب. لا طبعا بترون، هاي الفريزة إيه بترون، لازم تتعلموا انتم قراءة البترون، ولا اسهل، بس لتعرفوا التمام والعدد وكذا، انا ببلش بدي لكم
ايه هاي بتشوفيها بتروم ابدا بتتنفذ ولا احلى، بدك تكوني بتعرفي العواميد والسلاسل. هي بديناها من هون، تنبدا من هون هيك بهي الشكل ابدا. هذا درب، شايفه الدرب الثاني ولا اسهل من هيك؟ الدرب الثالث. الله يعافيكي حبيبتي شيماء ابراهيم، يلا بدنا نشوفك ان شاء الله. كلاتنا متابعين مطبخ فلسطيني والمطبخ المصري، لازم كلياتنا ان شاء الله نعمل الميكس. الله يعافيك يا حبيبة قلبي سوسن، شوفك بخير. في الاخت سوسن كمان ما شاء الله بالتريكو رائعة. هلا اذا لقيتوا حالكم كتير بالكروشيه وهي ان شاء الله منتابع، يعني المهم تشتغلوا وتنجوا بتلاقوا حالكم عم تعملوا قطاع. حتى في عنا فكرة نحن هلأ إذا أنتوا هيك أنتجتوا هيك قطع، فينا بنهاية الكورس يعني نعمل مثل سوق، إذا واحد عامل قطع فيه يبيعون. هذيك المرة عملنا بازار كان رائع والله، كتير كتير أنتجوا قطع لحشات وشالات كمان هلأ بقى في قطع شالات روعة، يعني الواحد شال له لأولاده وكذا، كتير هذا شغلة حلوة مميزة حبيبتي أمورة. الله يسلمك حبيبة قلبي، سلام قبقيلي. مو واضح يا ريت. ايه طبعا حينحفظ البس ايه ان شاء الله تعالى. وانا اي اسئلة عن جد يعني لازم الاسبوع الجاي نكون تمام ننفذ قطعة، الاسبوع الجاي بدنا نعمل قطعة ان شاء الله. زين هم ما باين، ما حبيبة قلبي ان شاء الله ان شاء الله على ايدي بتدعوا لي. عن جد انا كثير الي تلاميذ لهلا الله يرضى عليهم، يعني والله كان عندي ما شاء الله في ناس، بتحسي جارتي مهندسة ما في والله اول مرة تعلمت ما لقيت غير بعد اسبوع لحشة لحشة كاملة، وبلشنا ما شاء الله انتاج لهلا ان شاء الله هلا تكون معنا اسمها لمى السمان حبيبة قلبي. في عندي ربا لو ما شاء الله ما شاء الله، يعني صارت احسن مني انسى صارت. اي حبيبتي مشان الشال اي عن جد هلا كمان الاسبوع الجاي ببلش ارجيكم شالات ولا اسهل يعني من هيك، ودعوا لي دعوا لي بالكورونا عن جد. لازم تصيروا كل اسبوع تطلعوا قطعة، وهيك فكرة إنه نعمل معرض آخر الشيء هيك مشترك، كل وحدة شو اشتغلت بتحط قطعة، عن جد هي فكرة كتير حلوة إن شاء الله بنظبطها يا رب. الشيف شيماء حبيبة قلبي إيه إن شاء الله أكيد بنعاد مرة تانية. انبسطت بوجودكم عن جد، إن شاء الله هيك مرة على مرة بناخد هيك على بعض إن شاء الله يا رب هيك نستفاد من بعض. يلا بنلتقى إن شاء الله هلأ مبدئيا نلتقى الخميس إن شاء الله، هيك بشوفكم على خير يا رب. إلى اللقاء. خلص يمكن وقتنا ماشي، يلا إن شاء الله بنشوفكم على خير. إلى اللقاء.